فعلا حطينا ترشيح ديالنا للمنصب ديال رئيس الاتحاد الدولي للملاكمه، وهذا الشيء هذا كيكون امتداد للعمل اللي درنا لمده 18 شهر، بحيث انه تقلدنا المنصب ديال رئيس الاتحاد الدولي بالنيابه بعد انسحاب الرئيس الفائت. وهذا الشيء كيعني انه بعد العمل اللي قمنا به في هذيك 18 شهر تبين على انه الحمد لله المغرب قادر على انه ياخذ هذا المنصب ويسير الاتحاد الدولي كما ينبغي. وهذا الشيء اعلن عليه كثير من الدول، خصوصا الدول الافريقيه والعربيه وكذلك دول امريكا الجنوبيه، اللي بداوا يعني الفرح ديالهم وانه انهم عطاو الطلبات ديالهم انني نكمل هذاك المسار اللي بديناه هذه 18 شهر. اذا ترشح لرئاسه الاتحاد الدولي ما هي الا خطوات المسيره ديال الجامعه الملكيه المغربيه للملاكمه، وكذلك يعني لتتمين هذا العمل اللي دار هذا 18 شهر اللي فاتت. ما يخفاش عليكم كاينين سته مرشحين اخرين اللي هما الروسي والازربيجاني والالماني والهولندي والدومينيك. يعني هذه كيعني كتبين القوة ديال هاد الترشيحات وهاد يعني هاد المنصب اللي زعما أول مرة كيترشحوا ليه سبعة ديال المرشحين، ودول اللي عندها تا هي صيت في مجال الملاكمة.